إحباط محاولات تسلل للميليشيات في حيس والدريهمي وقصف حوثي على مدينة الصالح في الحديدة فشل الوساطة بين قبائل البيضاء والميليشيات بعد جريمة القتل المروعة والحوثيون يحشدون مقاتلي استعدادا للمواجهة والميليشيات تدفع بتعزيزات باتجاه معسكر الحساحس ومناطق عدة بعد خسائر المتلاحقة في البيضاء نشرة الأخبار من قناة اليمن اليوم أهلا بكم تمكنت القوات المشتركة المرابطة في مدينة حيس من إحباط محاولة تسلل القوتية على مواقعها وكبدتها خسائر فادحة وأفاد مراسلنا أن القوات المشتركة تمكنت من إصابة متسللين أثناء محاولة متسلل صوب مواقع للواء الحادي عشر عمالقة وأوقعت فيهم خسائر بالأرواح والعتاد كما تم يحطاب أطقم تابعة للميليشيات الحوثية وأضاف أن الاشتباكات اندلعت بكافة أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين أبطال اللواء الحادي عشر عمالقة وميليشيات الحوثي في شمال قرية بيت مغاري الواقعة غربي مدينة حيس كما أحبطت القوات المشتركة محاولة تسلل جديدة لميليشيات الحوثي في مديرية الدريهمية وذكر مصدر عسكري أن اشتباكات اندلعت إثر محاولة تسلل باتجاه مواقع تابعة للقوات المشتركة في قطاع زرانيق تهامة انتهت بتلقي الميليشيا ضربات موجعة كبدتها خسائر فادحة وعادتها تجر أديال الهزيمة إلى مواقعها وفي السياق ذاته قالت مصادر عسكرية ميدانية أن الميليشيات أطلقت نيران أسلحتها صوب مناطق شرق مدينة الصالح مستخدمة الأسلحة الرشاشة المتوسطة وسلاح معدل البيكا وفي السياق ذاته ايضا استهدفت ميليشيات الحوثي الاحياء السكنيه في مديريه الدريهمي بقذائف الهاون والاسلحه الرشاشه المتوسطه وكذا سلاح البيكا بشكل متواصل. واضافت المصادر ان القصف والاستهداف الحوثي خلف حاله من الذعر والخوف والهلع في صفوف المدنيين لا سيما الاطفال والنساء. وفي البيضاء استنفار ونكف قبلي يقابله الحوثي بحشد لمقاتليه والدلائل جميعها تشير إلى أن جهود الوساطة التي ما تزال مستمرة رغم عدم جدواها في ظل دعوات من أبناء البيضاء لعدم تسييس القضية محاولة حوثية لجر قضية مقتل بنت البيضاء جهاد الأصبح إلى مربع القاعدة وداعش لتظهر المليشيه انها كانت تلاحق مطلوبين لها بتهمه الارهاب وان ما حدث في بيت الاصبح شرعي بحسب ما افاده الحوثي تحاول الميليشيات بذلك ذر الرماد على العيون والهروب من العيب الأسود والعار الذي ارتكبت لأنها تعلم جيدا ماذا يعني استعداء القبيلة بل أن الميليشيات تحاول تكرار سيناريو العام 2014 التي استولت به على رداع والبيضاء تحت هذه التهم والذرائع وما تزال فيها إلى اليوم جديد البيضاء هو استمرار ارسال الحوثي للوساطه من سواحل عمان شرقا الى صنعاء غربا، وساطات تلتقي كل مره بمشائخ منطقه في ظل محاولات لخلخلة القبائل التي هبت على داعي النكف، بل ان جديد الحوثي هذه المره هو محاوله لارسال لجنه لتحديد الطرف المخطئ ليكون الحوثي بذلك هو الخصم والحكم، ويضيف بهذا التصرف عيبا اسودا الى جوار عيب قتل امرأه. قبل اي نخوض في اي قضيه او في اي حديث او في التحكيم والتحكيم هو في العيب صح في عيب البنت انهم عابوها وغدروها وهذا ما تم الشروط بيني وبينهم ويا حما عليهم الله المستعان يعني يسجلوا علي بيان غير صحيح ولم اتفق انا وياهم على هذا الكلام نهائيا إلى الآن لا أنباء عن قبول وساطة، وما تزال القبائل في تحشيد مستمر، ويرصد ميدانيًا أن الحوثي يعد العدة هو الآخر، والبيضاء ينتظر وضعها إطلاق الرصاصة الأولى، فالقبائل ما تزال متمسكة بتسليم القتلة إلى ذوي المقتولة، وخيار خروج الحوثي بمشرفيه من البيضاء. القضية في البيضاء قبلية بحتة، ولا مجال فيها للمزايدة باسم السياسة. أو تبني فصيل استعداده للمساندة البيضاء أمام هبة شعبية استندت إلى ركن أبنائها ورجال قبائلها الشديد والحوثي يعلم جيدا ماذا تعني القبيلة فما يحدث ليس إلا لرفع الظلم والضير وصون الأعراض إلى الآن كافة الجهود في البيضاء قبلية خالصة والرصاصة الأولى ما تزال في بطن البنادق فإما قصاص بكرامه او معركه لاستعاده ما اهدره الحوثي من محرم وعزه، هكذا تقول القبائل التي ما تزال الى الساعه تفرض معادلتها الخاصه على الجميع. وليس من المستبعد ان تتحول الشهيد جهاد الاصبحي الى رمز قبلي وفتيل لانتفاضه في البيضاء. بعد ان تمادت الميليشيات في الظلم والطغيان وقتل النساء في بيوتهن اللواتي لم يسبق ان تعرضنا للقتل والتعذيب والاختطاف الا على ايدي ميليشيات الحوثي لم يعد مستبعدا ان تتحول ابنة البيضاء جهاد الاصبح قتيله الحوثيين المغدوره الى رمز قبلي وفتيل انتفاضه قادمه بعد اصرار ميليشيات الحوثي على المراوغه في تسليم قتلتها فعلى مر التاريخ ظلت المراه منطقه محرمه في ثقافه القبيله باعتبارها عرض المجتمع وشرفه واي اعتداء عليها يعد من جرائم العيب الاسود ولم يسبق ان تعرضت نساء اليمن للقتل والتعذيب والاختطاف كما يحدث اليوم في الزمن الحوثي الاغبر ما ينذر بصدام حتمي عاجلا ام اجلا بين ثقافه متجذره في عروق القبيله اليمنيه وجماعه طارئه انتزعت السلطة بالدم والفظائع كعهد أسلافها ما رشح حتى الآن من معلومات في قضية الشهيد جهاد الأصبحي أن الميليشيات تتعمد تمييع القضية مع سبق الإصرار فهي تقوم بإرسال وسطاء إلى مشايخ آل الأصبحي بمنطقة الطفة لدفن القضية وباليد الأخرى تحشد عناصرها إلى المنطقة تحسبا لغضب القبائل فقد كشفت مصادر مطلعه أن قيادة الحوثة وجهت رسائل استنجاد إلى قبائل طوق صنعاء لدعم جبهاتها وتحديدا البيضاء بالمقاتلين، بحجة أن خسارة المحافظة يمثل تهديدا لصنعاء ومناطق الطوق، في دلالة واضحة على ما تتعرض له الميليشيا من استنزاف في المحافظة، ومقاومة عنيفة، ورفض قبلي واسع. وردا على دعوه الشيخ ياسر العواضي الخميس الماضي الى النفير والنكف القبلي لتحرير البيضاء من ظلم وجرائم المشرفين الحوثيين ورفع الجاهزيه والاستعداد لاي طارئ بعد ان وصلت ممارسات عناصرها مرحله لا يمكن تحملها تعمدت الميليشيات تسريب مقطع فيديو لاجتماع وسطائها مع مشائخ من الطفال للإيحاء بأن تصعيد مجرد محاولة لإشعال فتنة وسفك دماء أبناء البيضاء ولا علاقة لقبائلها بها فيما مضت أبواقها كعادتها لإقحام جهات خارجية تتهمها باستثمار القضية نحن في مواجهة عدو خارجي وعدو أجنبي مش ببيلي. <applause> ويظهر في الاجتماع وجهاء من المنطقه في منزل الشيخ مصلح علي ابو شعر عضو مجلس الشورى مع اللجنه المكلفه من زعيم الميليشيا بينهم فضل ابو طالب وحسين العزي وعبد الله ادريس مشرف الميليشيات في البيضاء وجاء في السياق أن اللجنة ذهبت إلى الشيخ الخضر عبد الرب الأصبحي لتقديم بنادق تحكيم له والاتفاق على تشكيل لجنة تحقيق في الجريمة داعية لتغليب المصالح الوطنية على الشخصية حسب زعمها وعدم إتاحة الفرصة لشق الصف الوطني وهي ذات النغمة التي تستخدمها كلما تورط أفرادها في قتل اليمنيين وفيما تعمد الحوثى إظهار المجتمعين كرافضين لتصريحات العواضي ووصفها بأنها لا تمثل قبائل البيضاء ولا تعنيهم في شيء أكد الشيخ الأصبحي في مقطع تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي إصراره على عدم قبول أي بنادق تحكيم حتى يتم تسليم القتلى أولا وهو الأمر الذي ترفضه ميليشيات الحوثي وتسعى لاسترضاء الأهالي ترغيبا وترهيبا بالاغنيه اليوم اليوم الثلاثاء تاريخ 12 رمضان على انه طلع منشور من قبل الاخ حسين العزي والاخ مصلح ابو شعره على اني اتفقت انا وياهم والتقينا في التاريخ يعني هذا واتفقنا على ما نشروا فيه وهذا منشور غير صحيح جمله وتفصيل لم احضر انا وياهم الا في تاريخ يوم الخميس تاريخ سبعه رمضان والذي تم بيننا وبينهم شروط مسجله، أولاً، أولاً تسليم الجناه للعداله، اثنين إطراق المختطفين، ثلاثة إعادة المنهوبات، أربعة تسليم سيارة الوكيل ورد الإعتبار لها، خمسة صيغة وثيقة يصيغوها الذي أنا أختار، ستة تشكيل لجنة من الطرفين لتحقيق للتحقيق في خروج الحمله ولماذا وما سببها وهي المسبب في ذلك. سبعه اتشا اتفقت انا وياهم اللي اختياري من مشايخ البيضاء من مكيراس الى ردع. وهذا الذي تم بيني وبينهم وعيب الكذب. وفيما عرف عن قبائل البيضاء شراستها وقوتها الحاسمه يسعى الحوث لاستغلال قضايا الثار العالقة بين بعض القبائل الكبيرة ومنها قبيلة أصبح وأسرة العبدلي وبين القبائل الموالية لها والمقاومة لتواجدها لتفكيك تماسكها وتجريدها من عناصر القوة التي يعرفها الحوث جيدا فبحسب مراقبين لطالما شكلت قبائل البيضاء شوكة في حلوق الأنظمة الإمامية الطائفية ومن شان اي مواجهه بين الطرفين ان تشكل تحولا كبيرا في المعركه ضد الميليشيات، وتنتقل المواجهات لتحرير العاصمة صنعاء وصعدة بعد تحرير البيضاء. اذا ولمعرفه مستجدات ما يجري في البيضاء ينضم الي عبر الهاتف محمد عوض العواضي احد وجهاء البيضاء، بدايه مرحبا بك يعني ما مصير الوساطه بين القبائل والميليشيات خصوصا بعد جريمتها؟ حياكم الله وحيا الله كل المشاهدين الكرام، نعم اخي الكريم، ما حدث في البيضاء جريمه نكراء أه تؤرق كل حر وشريف وصمه عار تستوجب الوقوف الجاد والحازم مع هذه القضيه العادله، قضيه الوسطاء وما وسطاء والوساطات وما وساطات هذه ليست الا باب من ابواب المراوغه التي تراوغ الميليشيات وهي ميليشيات لا عهد لها ولا ذمه لا يمكن ان تلتزم بالشروط او بالعهود او بالمواثيق ونحن نعي ونعرف ونعلم ذلك آه لا يمكن ان ترضى عنك هذه الميليشيات حتى تتبع ملتهم حتى تتبع مشروعهم وتشرع ابدا منهجهم آه لا 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 عبره بالوساطات وليس للوساطات اي قيمه هذه الميليشيات لا تريد الا ان يكون الكل سبيلي وكل حب وشريف في هذه البلاد اليمنية الا ان يكون عبد عند سيدها وعند وتابع لمنهجها ومشروعها العنصري السلالي فالوساطات وما وساطات التي تقال هنا او هناك لا عبره لها ولا قيمه لها ولا ولا توجد فعلا وساطه حقيقيه هؤلاء ناكثون للعهود، لا من للمواثيق وللشروط. نعم، يعني في الوقت الذي يتم فيه الحديث عن عن وساطه، ميليشيات الحوثي تسعى للتحشيد من 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 صنعاء وايضا من ذمار، يعني ما موقف القبائل من ذلك؟ اخي العزيز، جهاد احمد الاصبحي اصبحت رمز للثوره والنظام، جهاد الاصبحي اشعلت البركان بركان الغضب في قلب كل قبيلي حر بيضاني شريف بل قلب كل يمني. جهاد الاصبحي اسم على مسمى هي جهاد وهي المجاهده التي واجهت اعتى مسوخ الارض، واجهت هذه الميليشيات الاجراميه. جهاد الاصبحي أثار غضب القبائل البيضاء كلها استنجد اهلها واستنجد اهلها واقاربها لكبيره ال عواض واستنصروا كبيره ال عواض وشيخها الشيخ ياسر احمد سالم العواضي فلبى لبت هذه الكبيره العريقه والمناضله لبت دعوه هذه الكبيره ووقفت مع مظلوميه هذه 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 الاسره المظلومه ودعت كبيره ال عواض كل قبائل البيضاء الى النكس العام الى الجنسيه التامه للوقوف وصفا واحدا باتجاه هذه الميليشيات الاجراميه الحوثيه نعم العزيز اصبح لا, لا توجد بهذه الميليشيات اي قابله او حاضنه في محافظه البيضاء، الكل على راي واحد، الكل سواسية حتى من انتقلوا معه وكانوا متحوثين هم اليوم يعلنون الوقوف في وجه هذه الميليشيات بعد ان راوا باعينهم هذه الجريمه النكراء والاعتداء على هذه الاسره المظلومه. نعم اذا برايك الى اين ستتجه الامور يعني خلال الايام القادمه؟ ما... لا لا عبره بالوصابات، لا عبره بما يقال هنا او هناك، ما لم يكن هناك كما اعلن بها ذلك اعلنت في كبيره العواضي بشيخها الشيخ ياسر العواضي بانه لا لا عبرة بهذه هذه الوساطات ولا ولا, ولا, ولا يمكن ان ان ناخذ حق هذه الاسرة المظلومة وحق هذه المناضلة الا بموقف حاسم وداد من كل كافة قبائل البيضاء. نعم. طبعا هذه الجريمة ليست الاولى بل 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 حصلت مثلها العشرات في الجمهورية اليمنية ولكن هذه الجريمة التي اشعلت وكان الغضب على الراي العام وفي الاعلام وعلى المستوى العام. نعم اذا محمد عوض العواضي احد وجهاء البيضاء كنت معي عبر الهاتف شكرا جزيلا لك. وعلى مقربه من البيضاء احبطت القوات المشتركه هجوما واسعا لميليشيات الحوثي باتجاه قطاع هجار بالضالع عززته بقصف مكثف من الاسلحه المدفعيه وسلاح البي ام بي و23. فيما واصلت الميليشيات الدفع بتعزيزاتها باتجاه معسكر الحساحس ومناطق القرين وصبيرة لتعويض خسائرها المتلاحقة بهمم عالية وعزائم قوية لا تلين يواصل أبطال القوات المشتركة وألوية المقاومة الجنوبية والحزام الأمني خوض أشرس المعارك في مختلف جبهات الضالع والتي احتدمت واشتدت ضراوتها باتجاه جبهة الثوخب بالعشاء والمحاذية للجو وبتار وكذلك باتجاه جبهة باب غلق والفاخر وحبيل العبدي شمال وغرب الضالع خلال اليومين الماضيين حيث تلقت الميليشيات الحوثية ضربات قوية وموجعة وسقط العديد من عناصرها وجرح اخرين بينهم قيادات كما تم اسر العديد من العناصر الحوثيه والتي يدفع بهم نحو محارق الموت في جبهات الضالع. وفي خلال هذا اليومين الماضيين اجرت معارك مع العدو في كل من اتجاه حجر والجب وتوخب ومن ثم الفاخر والخط الرئيسي وحبيل الكلب وحبيل العبدي وباب غلب وقد خلال هذا اليوم كرس الهجوم من قبل الحوثيين ولكنه كل ما يحصله ويحصده من محافظة ضالع الهزيمة الأخرى وأكثر من سنة هو يتكبد ويبز قتله وجرحه بالأطقم يواصل أبطال القوات المشتركة ثباتهم وصمودهم في مختلف جبهات الضالع وخاصة خلال أيام شهر رمضان المبارك وأياديهم على الزناد وأعينهم ترصد تحركات الميليشية الحوثية والتي تواصل الدفع بتعزيزاتها المستمرة باتجاه معسكر الحساحس وباتجاه منطقة القرين وصبيرة والثوخب بعد الهزائم والخسائر الكبيرة والمتلاحقة التي منيت بها في مختلف جبهات الضالع أهل الأسرى الذين تم أسرهم في الخطوط الأمامية مرابطين وصامدون في جبهة الفاخر وحبيب الكلب وقد تصدينا هجمات كبيرة للعدو وكبدناهم خسائر ستظل الهزائم والانكسارات تلاحق الميليشيات الحوثية بالرغم من تحشيداتها المستمرة وهجماتها العنيفة والمتكررة باتجاه مواقع القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية في اتجاه منطقه باب غلق وحبيل العبدي والفاخر والثوخب وغيرها من مواقع العز والشرف والبطوله في جبهه الضالع حيث تتصدى لهم القوات المشتركه بكل بساله وتكبدهم خسائر فادحه وتقوم بالعمليات النوعيه في عمق مواقع الميليشيات الحوثيه من جبهه حبيل العبدي محمد الشعيبي لقناه اليمن اليوم الضالع وللمزيد من التفاصيل ينضم الي عبر الهاتف القائد الميداني بجبهه الفاخر العميد عبد رويد بدايه مرحبا بك سياده العميد حدثنا عن الهجوم ال الذي وصف بالواسع لميليشيات الحوثي في قطاع هجار يعني اطلعنا على المزيد من التفاصيل اسعد الله مساكم وكل عام وانتم بخير وشهر كريم ميليشيات الحوثي كما سمعتم في ناحيه القناديل يعلن بانه سيرغم المواطنين وبقوه على حشد الاطفال كي يكونوا دروعا بشريه وهذه عاداتهم الحوثيين يحشدون ويحاولون مره تلو الاخرى لشن هجوم على قواتنا القوات المقاومه الجنوبيه والقوات المشتركه واللواء 30 المدرع ولكن قواتنا لهم في المرصاد تصدهم ويحصلون القمم كي يحاولوا ان يتحصلوا فيها كما آه قال نبينا نوح لابنه اركب معنا قال واذهب الى جبل يحصموني من الماء نحن نقول لا حاسم لهم اليوم من الشعب الشعب ينتظر في كل مكان كما تسمعون انتفاضات في عمران وانتفاضات في البيضاء الشعب لن لن يطول صبره بعد اليوم الشعب سيقول لهم بالمرصاد مهما كانت يعني تعنت هذه الميليشيات ومحاوله عجل الاطفال والشيوبه الى جبهات القتال كي يجعلون منهم دروعا بشريه ويتعصنون بهم لكن قواتنا لهم في المرسعة. نعم يعني ميليشيات الحوثي تعمل على ال, 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 ال الاستماته في معسكر الحساحس يعني ما أهميتها بالنسبه لميليشيات الحوثي وايضا ماذا عن التعزيزات التي تدفع بها ميليشيات الحوثي بين الفينه والاخرى أه، معسكر الحساحس هو في ارض مفتوحه وبين جبلين أه يحاولون ان يتحصنون فيه ويحشدون كما ذكرنا سابقا يحشدون الاطفال والشيوبة الى هذه المناطق كي يجعلون منهم دروعا تشتد وفي الايام والليالي الماضيه في منطقه الع وفي المناطق الوسطى يحشدون ويرهمون الاهالي على جمع ابنائهم ومن كل قريه من اربعه الى خمسه يحشدونهم بالقوه كي يجعلون منهم دروعا بشريه لانهم يحلمون علم اليقين فاننا سنحس اليهم وسنتقدم باتجاه معسكر الحجاحس وباتجاه أه حمص أه منطقه حمص الاستراتيجيه. نعم سياده العميد اذا ماذا عن سير المعارك في في بقيه الجبهات؟ أه في بقيه الجبهات عندنا أه كما سمعتم في منطقه الصوخب كم أه يعني هما حاولوا ان ينزلوا من المنطقه من اتجاه الحشاء وحاولوا يتحولوا أه يتوغلون باتجاه حرب ولكن قواتنا كانت لهم بالمرصاد وتم استعادة جميع المواقع واسر عدد من افرادهم وميليشياتهم وتم اغتنام عدد من الاسلحه التي كانت لديهم في منطقه الشوخه في نعم إذا العميد عبد رويد قائد ميداني بجبهة الفاخر بالضالع شكرا جزيلا لك الى ذلك اجبرت ميليشيات الحوثي عقال الحارات بالتحشيد للجبهات من خلال تجهيز اربعه اشخاص من كل حاره في امانه العاصمه. وجاء في مذكره تحت توقيع المدعو قناف المراني المعين من ميليشيات الحوثي وكيلا لامانه العاصمه. وحصلت اليمن اليوم على نسخه منها بالتوجيه بالزام كل عاقل حاره بتجهيز اربعه افراد للتدريبهم والزج بهم كالمعتاد في جبهتها المنهاره. في ظل عزوف الكثير من رجال القبائل عن الدفع بابنائهم الى محارق الموت الخوثيه اعتدت عناصر مسلحه من اللواء 22 ميكا على رئيس الوحده الحسابيه بمديريه صبر الموادم في محافظه تعز مختار محمد الجين وافاد مراسلنا ان مسلحون بقياده الضابط في الكتيبه السادسه في اللواء 22 ميكا محمد الراسمي اعتدوا بالضرب على مختار الجين لرفضه صرف شيك من مالية المديرية بمبلغ مليون ريال وبتوجيهات من أحد وكلاء المحافظة وأضاف أن اشتباكات دارت بين أفراد من الحملة الأبنية وأبناء قرية أدود في القرية التابعة لرئيس الوحدة الحسابية رافضين استحداث نقطة في مدخل قريتهم نشرة مستمرة وتتابعون أيضا تزايد المخاوف المحلية والدولية من الاجراءات التي تتبعها الميليشيات لمواجهة كورونا. فقد شاءت إرادة الله أن يتعرض وطننا العزيز إلى وباء فيروس كورونا. سجلت إيطاليا 97 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد. إنه جدي جدا. منذ الحرب العالميه الثانيه لم يشهد بلدنا تحديا يتوقف الى هذا الحد على تضامننا اعلن اليوم اقرار حاله الطوارئ الوطنيه يهدد شبح المجاعة ربع مليار شخص حول العالم بسبب فيروس كورونا في اليمن او ما في ماء اليمن في مأزق كبير مع ظهور حالات مصابة بالفيروس يزيد من خطر المجاعة التي تفتك بملايين اليمنيين نتيجة الحرب الدائرة منذ خمس سنوات كورونا يدفع بالعالم إلى حافة الجوع، بهذه العبارة تحدث مدير برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة ديفيد بيسلي عن تداعيات كارثة الفيروس جراء التجميد العالمي للتجارة بسبب الجائحة التي ضربت العالم، هذا التجميد أحدث موجات صادمة في الأسواق المالية ما قد يؤدي إلى كارثة إنسانية تهدد 265 مليون شخص حول العالم بالجوع. المسؤول الأممي أشار في مؤتمر عبر الفيديو أن ملايين المدنيين الذين يعيشون في دول متضررة مهددون بخطر المجاعة والسيناريو الأسوأ هو أن تشهد 30 دولة شبح المجاعة اليمن الذي يعيش أسوأ أزمة إنسانية في العالم نتيجة الحرب ستكون تأثيرات في الفيروس كارثية وأشد فظاعة وإلامة خصوصا بعد اكتشاف عشر حالات إصابة التي تم الإعلان عنها وتوصلت إليها فرق الرصد مراقبون يؤكدون أن الأسوأ لم يأتي بعد وأن الحديث عن أكثر من 22 مليون يمني بحاجة لمساعدة، و8 ملايين يعانون من إعدام خطير الأمن الغذائي، قد تكون هذه الأرقام من الماضي، وقد ترتفع في ظل التدهور السريع لقيمة الريال اليمني والاضطرابات في دفع الرواتب وانقطاعها، فضلاً عن تسرب الوباء القاتل إلى الداخل، ما يؤكد عودة العوامل الرئيسية التي جعلت اليمن على شفير المجاعة منظمة إنقذ الأطفال من جانبها أكدت أن خمسة ملايين طفل معرضون لخطر الموت جوعا وتزداد هذه المخاطر في ظل إغلاق المنافذ وصعوبة استيراد المواد الغذائية وتضييق ميليشيات الحوثي الخناقة على عمل منظمات الإغاثة العالمية ما أدى إلى قيود طالت أكثر من ستة ملايين وسبعمائة ألف يمنية من هذه القيود المشحفة والذين باتوا على وشك المجاعة ما لم يتم سرعه انقاذهم أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا تسجيل تسع إصابات جديدة بفيروس كورونا ووفاة واحدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى إحدى وعشرين. وأضافت في حسابها على تويتر أنه تم تسجيل حالة واحدة في حضرموت وثمان حالات في عدن بينها حالة وفاة، ليرتفع عدد المصابين إلى واحد وعشرين والوفيات إلى ثلاث حالات منذ العاشر من إبريل الماضي. وأعلن وزير الصحة في حكومة الميليشيات عن أول حالة وفاة بوباء كورونا لمصاب صومالي الجنسية. تم فحصه بعد وفاته وظهر وظهر أنه حامل للإصابة. وفي تعز نفذت حملة رش الضبابي واسعة في مداخل وأسواق وشوارع المدينة لتعقيمها من انتشار الأمراض. وفي مقدمتها كورونا الذي يفتك بسكان المعموره ويزحف نحو مزيد من دول العالم جاء ذلك بعد اكتشاف حالات اصابه بالفيروس في المحافظه بعد الاعلان رسميا عن اصابتين بفيروس كورونا المستجد والمخاوف من ان يكون تفشيا يفتك بابناء محافظه تعز بدات التحركات الجاده في حملات رش واسعه وتعقيم شامله في احياء وشوارع واسواق المدينه ضمن الاجراءات الاحترازيه التي تتخذها السلطات لمجابهه الوباء ووضحت لايقاف انتشاره هذه الفرق خرجت في حمله جديده للرش الضبابي لمكافحه البعوض الناقل للامراض والاوبئه عن طريق تطهير وتعقيم الاحياء السكنيه والمحلات التجاريه في مساع لمنع انتشار جائحة كورونا في محافظة تعز التي تعرضت خلال الخمس السنوات الاخيرة لامراض متعددة منها الملاريا وحمى الضنك والكوليرا التي فتكت بمئات المواطنين. نحن آآ الان آآ فرق آآ المكافحة والتدخل نعمل على مدار الساعة لدينا فرق متعددة فرق تعمل في مداخل المدينة آه لتعقيم والتطهير وكل آه الداخلين او الخارجين من المدينه سواء الاشخاص او المركبات او البضائع لدينا ايضا فرق اخرى تعمل في المدينه آه سواء لتعقيم المستشفيات والمرافق الحكوميه و المرافق الصحيه حمله الرش هذه قد تخفف من انتشار الاوبئه التي تتزامن مع دخول فصل الصيف وفي مقدمتها جائحه كورونا المستجد في ظل امكانيات محدوده وجهود تطوعيه يبذلها ابناء المحافظه لحمايه المدنيين عن طريق تعقيم المرافق الصحيه والحكوميه ومراكز العزل واماكن الازدحام التي يقصدها المواطنون بشكل يومي اثر قبلنا بهذا الوباء ودفع اثمان غاليه من أرواح الناس آه، نحن إمكاناتنا بسيطة وشحيحة آه، لا نستطيع آه، يعني إلا آه، أن, نعمل، أن نحمي أنفسنا بعملية العزل بعملية البقاء في المنازل لفترة طويلة هذه الاجراءات المتعدده جاءت بعد اكتشاف اول اصابه بالمحافظه ولعلها قد تكون سببا في ايقاف الاستهتار من قبل المواطنين الذين لم يلتزموا بطرق الغايه كمنع التجمعات واغلاق اماكن الازدحام والالتزام بالتباعد الاجتماعي فشوارع تعز لا تزال تكتظ بالمواطنين الامر الذي يزيد من حده المخاوف حال اكتشاف اصابات جديده تعجز المرافق الصحيه المتدهوره عن مواجهتها الى ذلك عقد في محافظه تعز اجتماع للجنه الطوارئ برئاسه المحافظ نبيل شمسان لمناقشه التدابير الوقائيه والاجراءات الاحترازيه لمواجهه وباء كورونا. في الاجتماع تم التاكيد على تطبيق الاجراءات الراميه الى تجنب الاصابه ومنع اتساع رقعه الوباء والاستمرار في رفع الوعي وطرق الوقايه وفق الارشادات والمعايير الصحيه. ما فيه حمايه ابناء المحافظه ومحاصره الوباء ومنع انتشاره بكل الوسائل المتاحه واستعرض مدير المختبر المركزي الدكتور احمد منصور تقريرا مفصلا حول نتائج الفحوصات المختبريه لحاله الاصابه المؤكده التي تم فحصها كما اقرت لجنه الوقايه من فيروس كورونا في الساحل الغربي برئاسه محافظ الحديده الدكتور الحسن طاهر خطه عملها النهائيه استعرض الاجتماع الوضع الصحي في مديريات الساحل الغربي والاجراءات المتخذه في المنافذ ومستوى الاستعدادات لمواجهه هذا الوباء القاتل وعلى وجه الخصوص في مراكز الحجر والعزل الصحي. وأقر تشكيل غرفه عمليات لتلقي البلاغات وفريق اداره ل او فريق اداره ازمه وتوفير متطلبات اللجان اولا باول. واكد على اهميه قيام اللجان بالتحرك ميدانيا وتنفيذ المهام الموكله اليها. سيما بعد الاعلان عن وجود اصابات بفيروس كورونا في عدن وتعز. واتخذت اللجنه عددا من القرارات العاجله التي ياتي في مقدمتها اخضاع القادمين الى مديريات الساحل الغربي للفحص الدقيق. تمهيدا لاغلاق كافه منافذ الساحل اضافه الى قيام حفر السواحل بمنع تهريب الافارقه من خلال تسيير دوريات اضافيه وكذا الحد من التجمعات في الاسواق. إلى ذلك استهجن برلمانيون ومواطنون في العاصمة صنعاء تعامل ميليشيات الحوثي مع حالات مشتبهة بفيروس كورونا واصفين تصرفاتها بغير الانسانيه فيما ابدى اخرون تخوفهم من ان تكون الجماعه مستمره عمدا على انتشار الفيروس بهدف المتاجره بارواح الناس في وقت يبحث العالم عن عقار أو لقاح ينقذ حياة الملايين ما يزال المواطن اليمني في مناطق سيطرة الحوثيين منهمكا بتقصي حقيقة انتشار فيروس كورونا من عدمه يصير الحوثيون في موقف غريب على نكران وجود حالات مصابة بفيروس كورونا في حين يرى المواطن بأم عينه حملات أمنية من أطقم عسكرية تحاصر أحياء وتغلق مساجد في العاصمة صنعاء وذاك ما أشار إليه صراحة عضو مجلس النواب في صنعاء عبد بشر بمن منشور له على فيسبوك بقوله إن الحوثيين يقبضون على الحالات المشتبهة بأطقم عسكرية وتقاد إلى أحواش أغنام حسب تعبيره والحقيقة إن المصاب بكورونا فضلا عن المشتبه به فقط هو مريض وليس مجرما والأحرى أن ينقل بسيارة إسعاف ويعامل بعناية جسديا ونفسيا وهو ما أكد عليه بشر أيضا والأخطر من ذاك أن يكون الحوثيون قد أخفوا تفشي وباء كورونا لأسابيع تبعا لحسابات وأبعاد سياسية وإن صح ذلك فقد ارتكبوا جريمة وخطأ قاتلا فالفيروس ينتشر في الأجساد كالنار في الهشيم وربما يصبح اليمنيون وبلادهم بؤرة للفيروس القاتل المتربص منظمة الصحة العالمية قالت إن الفيروس تسلل إلى اليمن منذ أسابيع وأنه يواصل انتشاره بصمت فيما أطلقت عليه بالانفجار العظيم المقابل يزداد عداد الإصابات بفيروس كورونا ارتفاعا في عدن وحضر موت وتعز بالتزامن مع انتشار أمراض مستوطنة أخرى كحمى الضنك والملاريا والمكرفس وكلها أمراض فتاكة لا يملك اليمني حيالها إلى التعايش والرضا بما تتخطفه من أرواح أحبائه وأقاربه فالعجز في القطاع الصحي واضح والنقص الشديد في المعدات والطواقم الطبية غير خاف على أحد فالتقارير الدولية أكدت أن اليمن سيحتاج في الأشهر المقبلة إلى عشر ألف وحدة عناية مركزة وهو رقم كبير بينه وبين الواقع هوة سحيقة فالقطاع الصحي في بلادنا لا يملك إلا 250 سريرا مجهزا بوحدة تنفس وعناية مركزة فقط كما ان الطواقم الطبيه اشتكت من عدم تجهيزها بمستلزمات الوقايه وهو ما دفع اطباء وممرضين الى الفرار من المستشفيات وعدم استقبال حالات مشتبهه ما يعني ان المواطن قد يترك فريسه سهله لفيروس كورونا وغيره من الاوبئه ويبقى الامل والرهان على المواطن اليوم ودوره في تفهم واقع البلد الصحي والمبادره باتخاذ كل التدابير الممكنه لتجنب العدوى من غسل اليدين بشكل منتظم وتجنب الاسواق المزدحمه قدر الامكان وترك مسافه امنه عند مخالطه الاخرين اضافه الى ايقاف الزيارات وتجنب مجالس المقيل والمكوث في البيت قدر المستطاع والعمل بالقول درهم وقايه خير من قنطار علاج فما بالك إن لم يكن هناك قنطار أصلا لا. وعالميا تجاوزت حالة الوفيات بفيروس كورونا الربع مليون فيما بلغت إجمالية الإصابات الثلاثة ملايين وستمائة ألف وأشارت الإحصائيات في هذا الشأن إلى أن الوفيات وصلت إلى أكثر من مئتين واثنتين وخمسين حالة فيما بلغ عدد المصابين أكثر من ثلاثة ملايين وستمائة وثلاثة وستين ألفا وتجاوز عدد الذين تم شفاؤهم من الفيروس مليون و وخمسه الاف وكانت معظم الوفيات والاصابات خلال الايام القليله الماضيه في امريكا والدول الاوروبيه لكن الحدث تزايد في بؤر اصغر بامريكا اللاتينيه وافريقيا وروسيا إلى ذلك سجلت الولايات المتحدة الأمريكية وفاة نحو ألف شخص جراء فيروس كورونا في أدنى حصيلة وفيات يومية تسجل في هذا البلد منذ شهر وأظهرت بيانات جديدة لجامعة جونز أن الحصيلة الإجمالية للوفيات ارتفعت إلى 68689 شخصا ورجحت دراسات نشرت الاثنين بلوغ عدد الوفيات في الولايات المتحدة عتبة المئة ألف بحلول يونيو المقبل مستبعده في الوقت نفسه ان يتوقف انتشار العدوى في هذا البلد خلال الصيف والولايات المتحده التي سجلت فيها اول وفاه بالفيروس في نهايه فبراير هي الدوله الاكثر تضررا في العالم من الفيروس من حيث عدد الاصابات او الوفيات وفي مجال البحث عن لقاح لفيروس كورونا استفاد علماء في جامعه ارتخارت بهولندا من دراسه سابقه بشان الاجسام المضاده لفيروس سارس لتحييد فيروس كورونا المستجد. كل يوم يفتح العلماء والمعامل العلميه بصيص امل لتطوير علاج محتمل لوباء كورونا. حيث اكتشف العلماء مؤخرا جسما مضادا يمنع الفيروس المستجد من اصابه الخلايا البشريه بالاستعانه بخبرات سابقه حول فيروسات اخرى وبناء على بحث سابق على فيروس سارس الذي يعد من ذات العائله حدد علماء من جامعه اورترخت في هولندا وشركه هاربور بيوميد لصناعه الادويه طريقه محتمله لتحييد فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 واكتشف الباحثون ان الاجسام المضاده التي تمنع فيروس سارس من اصابه الخلايا البشريه يمكن ان تلعب الدور الذاتي مع فيروس كورونا المستجد وباختبار الاجسام المضاده على خلايا بشريه تكاثرت في معمل واكتشف الباحثون واحدا من هذه الاجسام يرتبط بجزء معين موجود في كل من سارس والفيروس الذي يسبب كوفيد 19 ويمكن ان يقدم هذا الاكتشاف خطوه اوليه نحو تطوير جسم مضاد بشري تماما لعلاج او منع الاصابه بمرض كورونا الذي اصاب اكثر من ثلاثه ملايين ونصف المليون انسان في جميع انحاء العالم ويرى الباحثون في هذه الدراسه ان الجسم المضاد لديه القدره على تغيير مسار العدوى لدى المصاب او دعم القضاء على الفيروس أو حماية فرد غير مصاب يتعرض للفيروس، كما قدم أساسا قويا لأي بحث إضافي من أجل المزيد من التعرف على الجسم المضاد، وبدء تطويره كعلاج محتمل لفيروس كورونا المستجد. وتختلف الأجسام المضادة البشرية بالكامل عن نظيراتها العلاجية التقليدية التي غالبا ما يتم تطويرها لأول مرة في كائنات أخرى قبل تعديلها حتى يمكن نقلها الى الانسان. لا تزال الحرب الكلاميه بين الصين والولايات المتحده مستمره، حيث نددت هيئه التلفزيون والاذاعه الرسميه بما اعتبرته تصريحات غير عقلانيه ومعيبه لوزير الخارجيه الامريكي مايك بومبيو حول المصدر المفترض لفيروس كورونا المستجد. وكان بومبيو قال الاحد ان هنالك عددا هائلا من الادله. على أن مصدر وباكو في التسعة عشر هو مختبر في مدينة ووهان الصينية مكررا تصريحات سابقة نفتها مرارا منظمة الصحة العالمية ومختلف الخبراء في مجال العلوم وأوروبيا أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون في مؤتمر المانحين بشأن فيروس كورونا المستجد أن الدول المانحة تعهدت بتقديم ثمانية مليار دولار لتمويل عمليات البحث عن لقاح للفيروس وأعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو تقديم بلاده 850 مليون دولار لدعم جهود مكافحة فيروس كورونا وتطوير لقاح مشددا في ذات الوقت. على ضروره مشاركه اللقاح عند الحصول عليه مع كافه دول العالم. من جانبه قال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ان فرنسا تقدم 500 مليون دولار لدعم مبادرات ايجاد لقاح للفيروس. اما المستشاره الالمانيه انجيلا ميركل فاوضحت ان بلادها ستساهم ب 572 مليون دولار لدعم جهود مكافحه كوفيد 19. ختاما عوده للتذكير بابرز العناوين. احباط محاولات تسلل للميليشيات في حيس والدريهمي وقصف حوثي على مدينه الصالح في الحديده. فشل الوساطه بين قبائل البيضاء والميليشيات بعد جريمه القتل المروعه والحوثيون يحشدون مقاتليهم استعدادا للمواجهه. والميليشيات تدفع بتعزيزات باتجاه معسكر القساحس ومناطق عدة بعد خسائرها المتلاحقة في الضالع ألقاكم على خير في أمان الله